أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. صدق الله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي وشيعته هم الفائزون. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: إن شيعتك على منابر من نور، مسرورون، مبيضة وجوههم أو مبيضة وجوههم حولي، أشفع لهم فيكونون غدا في الجنة جيراني. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال صلى الله عليه وآله في تفسير قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، قال لعلي: هو أنت وشيعتك. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: إن أول أربعة يدخلون الجنة أنا وأنت والحسن والحسين، إلى أن قال صلى الله عليه وآله: وشيعتنا عن أيماننا وعن شمائلنا. هذه نماذج من أحاديث نبوية شريفة وردت في مصادر الفريقين عن شيعة علي صلوات الله وسلامه عليه. والأحاديث لا شك أنها مستفيضة، وفيها الصحاح، الصحاح عند الفريقين، الصحاح سنداً، بل أصل الأحاديث المادحة لشيعة علي صلوات الله عليه لا شك أنها متواترة تواترا إجماليا. لكن إحدى المشاكل الكبيرة للبشر في حياته الحسد. الحسد مشكلة. هذه المشكلة هي تولد بعض المشاكل، هي مشكلة ليست سببا لمشاكل، بعض المشاكل تكون أسباب لمشاكل أكبر. الحسد مشكلة كبيرة. هذه المشكلة
تولد مشكلة كبيرة جدا، وهي مشكلة الحقد. الحقد يعمي العين، يقفل الذهن والعقل. الحسد، العظيم يحسد، فكيف بعظيم مثل أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ والحسد لا يقف عند حد، الحسد من شخص ينتقل إلى من حوله. الحسد على أمير المؤمنين، هذا الحسد انتقل من توجيهه إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى شيعة علي صلوات الله وسلامه عليه. الله عز وجل يقول: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ الله أعطى. وآثار هذا الحسد نراه منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله وإلى يومنا هذا مستمر. في كل العصور، وآثار المتولد من هذا الحسد وهو الحقد نراه على مر العصور. حقد، يقفل العقل، الشخص يتصرف تصرفا لا يعرف ماذا يصنع، يقول كلاما لا يفهم ماذا يقول. يخرج شخص وأشخاص عندما نذكر هذه الأحاديث الشريفة النبوية عن شيعة علي صلوات الله عليه، يخرجون يقولون: ها، شيعة علي لهم هذا المقام؟ فهل رسول استهزاء؟ طبعا هذا ليس إشكالا علميا صحيحا، استهزاء نابع عن حقد، الحقد نابع عن حسد. شيعة علي بهذا المقام؟ فهل رسول الله صلى الله عليه وآله من شيعة علي؟ شيعة علي يدخلون الجنة؟ رسول الله يدخل الجنة أم لا؟ فهل هو من شيعة علي؟ أين يوصل الإنسان بسبب حقده؟ هو يوجه الخطاب إلي أنا الشيعي، أصلا الخطاب ليس موجها إلي، أنا قلت عليا وشيعته هم الفائزون؟ أم النبي قال؟ أنا قلت في تفسير هذه الآية المباركة أولئك هم خير البرية، أنا قلت أنت وشيعتك يا علي؟ هو أنت وشيعتك، هذه الكلمة كلمة من؟ أنا قلتها أم النبي قالها؟ يستشكل علي من أنا؟ هذه كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله في مصادركم موجودة أيضا، في صحاحكم موجودة بأسانيد صحيحة. هل رسول الله صلى الله عليه وآله من شيعة علي؟ قل هذه الكلمة لرسول الله، لماذا تقولها لي؟ النبي صلى الله عليه وآله قال بالنسبة إلى الآية المباركة أولئك هم خير البرية، قال هو أنت وشيعتك. قل للنبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، لماذا قلت هذا الكلام؟ لا تريد أن تقبل هذه المعاني، شأنك، لا علي بك، ولكن أنت بهذه الطريقة ترد على رسول الله صلى الله عليه وآله، ما رددت علي. الراد على رسول الله صلى الله عليه وآله راد على الله عز وجل بنص القرآن الكريم: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
يعني رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال في تفسير هذه الآية المباركة أولئك هم خير البرية، عندما قال النبي هو أنت وشيعتك، يعني أن الله عز وجل قال هو أنت وشيعتك. كلام رسول الله صلى الله عليه وآله بنص القرآن الكريم وحي، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ترد على رسول الله، لا ترد علي هذا. رسول الله من شيعة علي أم لا؟ أسأل من النبي، النبي قال هذه الكلمات، قل له يا رسول الله أنت من شيعة علي أم لا؟ اسأله، لماذا تسألني كأني أنا قائل هذه الكلمات؟ يعني لاحظوا أين يوصل الحقد الإنسان، يوصله إلى الرد على رسول الله صلى الله عليه وآله من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. هذا نموذج طبعا، والنماذج عديدة، كبار، شخصيات ضخمة لها أسماؤها، لها مكانتها في قلوب كثير من الناس، يستشكلون على الله عز وجل من حيث لا يشعر، لعله أقول، لأنه إذا كان من حيث يشعر فهو كافر بالله عز وجل. ذكرت هنا بعض الآيات القرآنية سابقا، آية قرآنية يذكرها في كتابه، الآية نزلت في شأن من؟ في شأن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. هذه الروايات هو نفسه يذكر الروايات التي دلت على أن هذه الآية المباركة نزلت في شأن علي صلوات الله عليه، ثم يبدأ يشكل، تشكل على من؟ أنا جئت بهذه الآية المباركة، أنا أنزلتها على جبرائيل، آية أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وآله بواسطة جبريل. من حيث يشعر يكون كافرا لأنه راد على الله عز وجل، من حيث لا يشعر لماذا هذا الحقد حتى تقع في هكذا مطبات صعبة؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هو نفسه، نفس المؤلف يذكر الروايات العديدة التي صرحت بأن هذه الآية المباركة نزلت في شأن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ثم يبدأ يشكل، يشكل على من؟ أنت تشكل على من؟ أنت ذكرت هذه الروايات، والروايات متواترة قطعاً في نزول هذه الآية المباركة في شأن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه. يقول، لاحظوا كيف الإنسان يقع في الرد على الله عز وجل من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر، يقول ويؤتون الزكاة، يقول هذه الزكاة إن كانت زكاة واجبة فالزكاة الواجبة لا مدح فيها، أدى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام شيئا واجبا، إن كانت زكاة مستحبة فالزكاة المستحبة لا تسمى زكاة. عجيب، هذا إشكال علي أنا قلت ويؤتون الزكاة؟ قل لله عز وجل، إلهي إذا أمير المؤمنين أدى زكاة واجب، الإشكال بالضبط على الله عز وجل، لأن الله سماها زكاة وهو يذكر الروايات، والروايات متواترة أساسا لا ينكرها أحد. قل لله عز وجل، إلهي إذا كانت هذه الزكاة واجبة لماذا مدحت أمير المؤمنين بهذا المدح العظيم، جعلت ولاية أمير المؤمنين بعد ولاية رسول الله وبعد ولاية الله ورسول الله مباشرة أعظم مدح، لماذا مدحت أمير المؤمنين يا الله؟ الله مدح. إن كانت زكاة مستحبة إلهي لماذا سميتها زكاة؟ الزكاة المستحبة لا تسمى زكاة. عجيب، حسد يولد حقد، الحقد يعمي البصر، يقفل العقل والذهن، أصلا لا يفهم ماذا يقول، يريد أن يستشكل علي أنا شيعي، أنا مسكين، أنا ما أنزلت آية قرآنية، الله أنزل آية قرآنية، أنا ما سميت هذا العمل زكاة، الله سماها زكاة. ونماذج ونماذج. القضية ليست اليوم وأمس، هذه الأيام أيام أفراح، أيام الفرح الأعظم لرسول الله صلى الله عليه وآله، أيام عيد الغدير، ليست أيام نذكر أمور محزنة
أمور سيئة، ولكن ماذا نصنع؟ هي قضية الغدير جانب منها، قضية جانب منها مفرح جدا، وجانب آخر من هذه القضية السارة لرسول الله صلى الله عليه وآله، جانب آخر من هذه القضية جانب مؤلم، جانب محزن. أقرأ لكم مقطعا، مقطعا من واقعة الغدير في يوم الغدير، في نفس ذلك اليوم الذي خطب فيه رسول الله صلى الله عليه وآله تلك الخطبة العظيمة. أنقل لكم هذا المقطع من إحدى أقدم كتب التفسير في تاريخ الإسلام، كتاب تفسير العياشي. العياشي توفي سنة 320 هجرية، يعني قبل 1124 سنة، أكثر من 11 قرناً. كان في زمن الغيبة الصغرى وتوفي في الغيبة الصغرى، ما أدرك أيام الغيبة الكبرى أصلاً. قديم، عالم كبير جداً، فقيه كبير. ينقل في تفسيره، تفسير العياشي، ينقل رواية عن قضية الغدير. طبعاً الكتاب كتاب روائي، تفسير روائي، يعني روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام نقلها. ينقل رواية مفصلة عن زيد بن أرقم. زيد بن أرقم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، تعلمون الذين رووا قضية الغدير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله 110 أسماء موجودة وهم أكثر. القضية الوحيدة في تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله التي نقلها هذا العدد من أصحابه، لا يوجد أي موضوع ثاني، أي قضية ثانية هذا العدد نقله من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. من جملة من نقل قضية الغدير زيد بن أرقم. ينقل تفاصيل من قضية الغدير إلى أن يقول، أنا أقرأ لكم مقطعا من هذه الرواية الشريفة، طبعا مقطع مؤلم مؤلم حده. يقول النبي صلى الله عليه وآله خطب كذا إلى أن قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال مولاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. قالها صلى الله عليه وآله ثلاثا، النبي كرر هذه الكلمات، ثم قال صلى الله عليه وآله: هل سمعتم؟ فقالوا: اللهم بلى. لا يأتي شخص يقول ما سمعت، النبي سأل: سمعتم؟ إذا كان شخص لم يسمع فليقم يقول: يا رسول الله أنا ما سمعت، حتى يكرر عليه النبي صلى الله عليه وآله مثلا. ثم قال صلى الله عليه وآله: هل سمعتم؟ قالوا: اللهم بلى. قال صلى الله عليه وآله: فأقررتم؟ شخص يريد أن يقول: لا يا رسول الله أنا لا أقر بذلك، حتى يبين له النبي صلى الله عليه وآله وجوه أخرى، النبي كان يتحمل. ليس من حق أحد أن يرد على رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن لو كان أحد يرد على النبي صلى الله عليه وآله النبي كان يوجه. قال صلى الله عليه وآله: فأقررتم؟ قالوا: بلى. ثم قال صلى الله عليه وآله: اللهم اشهد، وأنت يا جبرائيل فاشهد. ثم نزل صلى الله عليه وآله. فانصرفنا، زيد بن أرقم يقول، فانصرفنا إلى رحالنا، وكان إلى جانب خبائي خباء لنفر من قريش، وهم ثلاثة، ومعي في هذا الخباء اللي أنا فيه، ومعي حذيفة بن اليمان. نحن في خباء، أنا وحذيفة. حذيفة طبعا تعلمون عظمته، من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. أنا وحذيفة في خباء، أولئك الثلاث في خباء جانب خبائنا، وهم لا يعلمون أننا موجودون هنا. فسمعنا أحد الثلاثة وهو يقول، العياذ بالله، ناقل الكفر ليس بكافر. أحيانا حتى في القرآن الكريم وردت كلمات تفوه بها أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله ضد النبي، كلمات مؤلمة مؤلمة، ولكنهم قالوا.
فسمعنا أحد الثلاثة وهو يقول: والله إن محمداً، والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله من هذه الكلمة، استجيروا بالله من هذه الكلمة، لأحمق إن كان يرى أن الأمر يستقيم لعلي من بعده. وقال آخر: العياذ بالله، أتجعله والعياذ بالله أحمق؟ ألم تعلم العياذ بالله تعالى أنه مجنون؟ وقال الثالث: دعوه إن شاء أن يكون، طبعا هم يتكلمون عن أنفسهم، هذه الصفات صفاتهم هم. وقال الثالث: دعوه إن شاء أن يكون والعياذ بالله والعياذ بالله أحمق، وإن شاء أن يكون والعياذ بالله تعالى مجنونا، والله ما يكون ما يقول أبدا. أيا كان، نحن لا نسمح أن يتحقق الشيء الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وآله. فغضب حذيفة من مقالتهم، فرفع جانب الخباء فأدخل رأسه إليهم وقال: فعلتموها؟ ورسول الله صلى الله عليه وآله بين أظهركم، لا زال النبي موجودا وتقولون هذه الكلمات؟ ووحي الله ينزل عليكم، والله لأخبرنه بكرة بمقالتكم. هؤلاء أسقط في يده، في أيديهم، ما كانوا يظنون أن شخصا يسمع كلامهم. فقالوا له: يا أبا عبد الله، كنية حذيفة أبو عبد الله، فقالوا له: يا أبا عبد الله، وإنك لها هنا وقد سمعت ما قلنا، اكتم علينا. حذيفة مشهور بصدقه، حذيفة مشهور بأنه يعرف أسرارا أعطاها رسول الله صلى الله عليه وآله، يعرف أسماء المنافقين، معروف، مقرب من النبي صلى الله عليه وآله. فقالوا له: يا أبا عبد الله، فقالوا له: اكتم علينا، فإن لكل جوار أمانة. فقال لهم: ما هذا من جوار الأمانة ولا من مجالسها؟ ما نصحت الله ورسوله إن أنا طويت عنه هذا الحديث. إذا أنا أخفيت هذا الحديث عن رسول الله، ما نصحت لله، ما نصحت لرسول الله صلى الله عليه وآله. رأوا لا، حذيفة مصر. فقالوا له: يا أبا عبد الله، فاصنع ما شئت، فوالله لنحلفن أننا لم نقل وأنك قد كذبت علينا. أفتراه يصدقك ويكذبنا ونحن ثلاثة؟ أنت واحد، نحن ثلاثة. فقال لهم: أما أنا فلا أبالي، إذا أديت النصيحة إلى الله وإلى رسوله فقولوا ما شئتم أن تقولوا. ثم مضى حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله. حذيفة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله، وعلي عليه الصلاة والسلام إلى جانبه محتب بحمائل سيفه، فأخبره بمقالة القوم، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله فأتوه، فقال لهم: ماذا قلتم؟ الكاذب هو يفضح نفسه، النبي ما قال لهم شيئا، قال لهم: ماذا قلتم؟ هم فضحوا أنفسهم، فقالوا: والله ما قلنا شيئا، فإن كنت بلغت عنا شيئا فمكذوب علينا. النبي بعدهم لم يقل شيئا. يعني النبي لا يعرف، قبل أن يخبره حذيفة هو النبي كان يعرف. النبي مرتبط بالوحي، حذيفة مجرد طريق. فهبط جبرائيل بهذه الآية: يحلفون بهم. حلفوا أنهم ما قالوا، قالوا: والله ما قلنا شيئا، فإن كنت بلغت عنا شيئا فمكذوب علينا. فهبط جبرائيل بهذه الآية: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم
وهموا بما لم ينالوا. الآية جدا جميلة. الآية ما قالت كفروا بعد إيمانهم، لأنهم أساسا ما آمنوا، قال كفروا بعد إسلامهم. تعلمون عادة الكفر مقابل الإيمان، هم كفروا بعد إسلامهم لا بعد إيمانهم، ما آمنت قلوبهم. إسلام، أسلموا بألسنته. وقال علي صلوات الله عليه عند ذلك ليقولوا ما شاءوا، والله إن قلبي بين أضلاعي وإن سيفي لفي عنقي، ولئن هموا لأهم من. فقال جبرائيل للنبي صلى الله عليه وآله اصبر للأمر الذي هو كائن، سيفعلون، اصبر. فأخبر النبي عليا صلى الله عليهما وآلهما بما أخبره به جبرائيل، فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه إذن أصبر للمقادير. وأمثال هذه المقاطع، هذا في الغدير نفس اليوم. تتوقع أننا في هذا اليوم لا يقولون شيئا عن أمير المؤمنين، لا يقولون شيئا عن رسول الله، لا يقولون شيئا. النبي صلى الله عليه وآله بين أظهرهم، النبي صلى الله عليه وآله بينهم، يرونه، يسمعون كلامه، وهكذا. نحن نحب الخير لهؤلاء، لا لأولئك المنافقين، لا، نحب الخير لأناس خدعوا. نحن نتعب أنفسنا في سبيل توجيههم، نحن نوقع مصالحنا في الخطر في سبيل توجيه هؤلاء، في سبيل أن لا يتبع هؤلاء أولئك المنافقين. نحن نجازف حتى، ليس فقط بمصالحنا، نجازف حتى بحياتنا. كم من المؤمنين قتلوا في سبيل توجيه الآخرين على مر التاريخ، مجازفة. أيضا كنا نتمكن أن نقول لا علينا، نحن الحمد لله من شيعة علي عليه الصلاة والسلام، ليذهب أولئك إلى جهنم. كنا نقول، نتمكن أن نقول هذه الكلمة، لا نقولها. هذا أكبر دليل على أننا نحب الخير لهم، وإلا ما هي فائدته لدنياي؟ ما هي فائدته؟ هديته أم لا؟ اهتدى أم لا؟ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضرنا. لماذا نتعم أنفسنا؟ لماذا نجازف بمصالحنا، نجازف بحياتنا في سبيل دعوتهم؟ إذا كنت ساكتا لا أحد يتعرض لي. يتعرضون لنا، يشوهون سمعتنا، يسبوننا، يشتمون بنا. إذا كنا ساكتين كانوا يشتموننا؟ لا. فأنا لماذا أتعب نفسي؟ لماذا؟ أليس هذا دليلا على أنني أحب الخير له؟ وإلا ما هي فائدتي الدنيوية من هدايتهم؟ ندعوكم، ندعوكم، نريد الخير لكم. أنا لا أقول اقبل كلامي، قلدني، لا، أنا أقول افتح قلبك، أنا أقول أزل الحقد حتى تفهم، حتى لا تستشكل على رسول الله، حتى لا تستشكل على الله عز وجل. رواية النبي صلى الله عليه وآله ما قالها، قل ما قالها، خلص، خلص نفسك. عندما ترى الرواية متواترة عندك، عندك، عندما ترى الرواية واردة بأسانيد صحيحة عندك، لماذا تنكر؟ النبي صلى الله عليه وآله مدح شيعة علي قطعا، قطعا ويقينا، لا يتمكن أي عالم أن يقول أن النبي صلى الله عليه وآله ما مدح شيعة علي، لا يتمكن من أي طائفة من طوائف المسلمين. الروايات موجودة في كل الكتب، يعني كتب الطوائف قصدي، رواية موجودة. لماذا تقفل قلبك؟
النبي صلى الله عليه وآله مدح شيعة علي مدحا كبيرا ما مدح مثلها أي طائفة من المسلمين، أي طائفة. جاني لا أريد أن أذكر الطرف الآخر من الموضوع، ذاك الطرف جدا حساس بالنسبة لي. هذا المقدار، هذا المقدار شيء لابد لكل مسلم أن يعترف به. أحب الخير لك، أقول لك افتح قلبك افتح عقلك انظر حتى لا تستشكل على رسول الله صلى الله عليه وآله من حيث تعلم أو من حيث لا تعلم. الله سبحانه وتعالى يقول ربنا إننا سمعنا مناديا، المنادي هو رسول الله صلى الله عليه وآله، في يوم الغدير ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، آمنوا بالله عز وجل بما أنزل من تنصيب أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فآمنا، نتيجة إيماننا ما هو؟ ما هي؟ ربنا ف الفاء فاء التفريع، إلهي لأننا آمنا بولاية أمير المؤمنين بما أنزلته على رسولك صلى الله عليه وآله في يوم غدير الخمح، حيث قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. إلهنا لأننا آمنا فاغفر، الأرضية للغفران إلهي موجودة، معنى ذلك أن الأرضية للغفران هذه الولاية. فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، الأبرار محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذا وعد. بعد ذلك ماذا؟ الآية التي بعد هذه الآية مباشرة، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم، منكم عامل، عمل عامل ليس منكم، لا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ذاك أيضا يعمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، لا، ذاك هباء منثورا. فاستجاب لهم ربهم، هؤلاء فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم، أنتم أعمالكم لا تضيع ولا تضيع، لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. في كتاب تذكرة الخواص لسيبط ابن الجوزي، هذا من كبار علمائهم في القرن السادس الهجري، يقول بسرعة أقرأ العبارة: اتفق علماء السير على أن قصة الغدير كانت بعد رجوع النبي صلى الله عليه وآله من حجة الوداع في 18 من ذي الحجة، وكان معه من الصحابة ومن الأعراب وممن يسكن حول مكة والمدينة 120,000، وهم الذين شهدوا معه حجة الوداع وسمعوا منه هذه المقالة. إلى أن يقول السبط بن الجوزي: وقال صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه، الحديث يعني الحديث بطوله. ثم يقول: نص صلى الله عليه وآله على ذلك بصريح العبارة دون التلويح والإشارة، النبي أعطى نص صريح لا تلويح إشارة، لا لا، عبارة صريحة. الآن يقول أن النبي صلى الله عليه وآله لما قال ذلك شاع في البلاد والأمصار، فبلغ ذلك الحارث ابن النعمان الفهري، أو في بعض النسخ النعمان ابن الحارث، فأتاه، القضية المشهورة ولكن أنقلها بسرعة، فأتاه على ناقة له
الآن يقول: فجثى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله العتاء من ذاك اليوم. يعني هذا مسلم، والكتاب الذي أنقله ليس من كتب الشيعة، من مصادر العامة لأحد كبار علمائهم. فجثى هذا الرجل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، إنك أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلنا منك ذلك، وإنك أمرتنا أن نصلي 5 صلوات في اليوم والليلة ونصوم شهر رمضان ونحج البيت ونزكي أموالنا فقبلنا منك ذلك، ثم لم ترضى بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك ففضلته على الناس وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه، فهذا شيء منك أو من الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وقد احمرت عيناه. عين الإنسان متى تحمر؟ عند البكاء، عندما تأتي حالة البكاء الإنسان عينه تدمع، عينه تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وقد احمرت عيناه: والله الذي لا إله إلا هو، إنه من الله وليس مني. قالها 3. فقام الحارث وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأرسل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فوالله ما بلغ ناقته حتى رماه الله تعالى بحجر من السماء فوقع على هامته فخرج من دبره فمات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأنزل الله سبحانه وتعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. الكتاب مصدر من مصادر العامة. الحمد لله الذي أنعم علينا بهذه النعمة، الذي ينكر هذه النعمة هذا جزاؤه. سأل سائل بعذاب واقع. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.